بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح وممكن تبقى كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، ومتوقع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس، خصوصا الأيام اللي فاتت يعني كنا متعرضين لظواهر جوية كتيرة ومختلفة على مدار اليوم. بالفعل يمكن بعد التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي شفناها أمس وأول أمس في معظم محافظات الجمهورية، واللي كان معها طبعا أمطار متفاوتة الشدة وكانت أجواء شتوية بامتياز في معظم المحافظات، اليوم طبعا متوقع أن المنخفض الجوي اللي كان بيأثر علينا بالأمس وأول أمس يبدأ يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير، ويكون تأثيره على بلاد الشام، ويبدأ يحل مكانه امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. فبالتالي اليوم هيكون في تحسن نسبي في الأحوال الجوية بشكل كبير، فرص وكميات الأمطار وكمان مناطق سقوط الأمطار هتقل عن أمس وأول أمس، وهتبقى موجودة في بعض الأماكن، وهتكون كمان الأمطار غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. هتتراوح كميات الأمطار أمطار خفيفة المتوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر، أغلب المدن المطلة على البحر الأحمر، كمان أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بعض الأماكن من سيناء، بعض الأماكن من خليج السويس، مدن القناة، وفي فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوث لا تتجاوز 20% أو 30%، لكن بنأكد إن هيبقى في تحسن كبير. هنلاحظ كمان زيادة فترات سطوع الشمس عن أمس وأول أمس، فبالتالي ده هيخلينا نحس بالدفء أكتر بالاستقرار في الأحوال الجوية. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم تكون 22 درجة مئوية، فبالتالي تعتبر درجة حرارة كمان أعلى من المعدلات الطبيعية، أجواء شتوية معتدلة ودافية تماما خلال فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، وخاصة في وقت الفجر وقت الصباح الباكر الأوقات دي درجات الحرارة الصغرى بتنخفض بشكل كبير، بتوصل ل 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال فترة الليل في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة. وطبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية وتوافر عوامل الرطوبة بعد سقوط الأمطار، بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة يمكن اليوم موجودة بشكل كبير على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الشبورة المائية الكثيفة اللي بتوصل لحد الضباب، حد الضباب يعني انخفاض كبير في الرؤية الأفقية أقل من 1000 متر في بعض الأماكن، والشبورة المائية دي مع تكونها الكثيف بيكون في ساعات الليل المتأخر تقريبا 3-4 الفجر، تستمر معنا حتى الساعة 8-9 صباحا حتى سطوع أشعة الشمس، وبعدين بتبدأ في التلاشي. متوقع خلال الأيام اللي جاية تكون أيضا الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، يعني احنا إن شاء الله بكرة السبت والأيام اللي بعد كده هيكون الشبورة المائية موجودة بشكل كثيف على أغلب الطرق فترة الصباح الباكر. فرص الأمطار ممكن تبقى موجودة في بعض الأماكن الساحلية، لكن طبعا مش هتبقى تقلبات جوية بشكل كبير، يمكن احنا معانا الحد والاثنين فرص أمطار على السواحل الشمالية للبلاد، لكن كلها أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. النصيحة بس المهمة لكل السادة المواطنين، لازم القيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع الشبورة المائية، نتبع كافة تعليمات المرور ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، وطبعا مهم جدا ملابس شتوية ثقيلة فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر واحنا خارجين. طيب قبل ما تسيبينا طمنينا عن سرعة الرياح وحركة الملاحة البحرية على البحرين.
هو الحمد لله في اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، يعني احنا مش هنلاحظ اي نشاط رياح في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، فبالتالي ده هيدي مردود كويس جدا على حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. البحرين معتدلين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجازه بشكل كبير، وخاصه كمان مع اجازه راس السنه او مع بدايه راس السنه نقدر نستمتع بالاجواء في كافه محافظات الجمهوريه. بمناسبه الاجازه، ايه اكتر الاماكن اللي ممكن نروحها ونزورها نستمتع بالجو فيها في مصر؟ هي طبعا خلال فترة الشتاء بتبقى الأغلب المحافظات المطلة على البحر الأحمر بتبقى أجواءها أدفى بكتير من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، فأجواء يعني المناطق الموجودة في شرم الشيخ والغردقة أجواءها دافية فترة النهار، درجات حرارة بتتراوح ما بين 26 و28 درجة مئوية فترة النهار، في الطقس بيكون قاسي بشكل كبير جدا فترة النهار، وفترات الليل كمان الصغرى ما بتنخفضش بالشكل الكبير في اغلب المحافظات المطله على البحر الاحمر. وكمان المحافظات الساحليه ايضا فرص الامطار وان وجدت فيها خلال الايام المقبله فهي فرص امطار خفيفه، هنلاقي وجود لاشعه الشمس فتره النهار ايضا، فبالتالي نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير في معظم اماكن الجمهوريه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 23 14، اسكندريه 22 14، العلمين جديده 21 13، مطروح 21 13، دمياط 21 15، بورسعيد 21 15، الاسماعيليه 22 13. السويس العظمى فيها 22 والصغرى 14، العريش 21 14، كاترين 15 5، وطابة 23 15، حلايب 23 19، شلاتين 25 18، شرم الشيخ 25 17، الغردقة 24 15. نروح للفيوم اللي العظمى فيها 22 والصغرى 12، بني سويف 22 11، الوادي الجديد 24 12، اسيوط 22 10، سوهاج 23 11، قنا 24 12، الاقصر 25 11، واخيرا اسوان العظمى فيها 25 والصغرى 12. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، ومره ثانيه هنروح لجمانه وشاذ نكمل معاهم فقراتنا. شكرا ليكي يا رامي.